شكرا لهذه القصائد الجميلة. احنا حابين بس نوضح للمشاهد الغير متخصص ايضا مفردة التناص، وهي فكرة التداخل، نعم، النصوص، تداخل النصوص. تداخل النصوص. حاولنا في هذه الحلقة ان احنا نعمل موازنة، والمخرجة مشكورة على اختيار القصائد النثرية بالفواصل، نعم، مع قصائد التفعيلة، نعم، اللي فيها البنية الإيقاعية، نعم، حرة يعني مختلفة. نعم. حاولنا ان احنا يعني نعمل بانوراما على سيرتك، إن شاء الله نكون وفقنا في أشياء كثيرة. كنت حابة أتكلم معاك منهم رأيك وقراءاتك في الشعر اليوم وجيل اليوم والشاعرات في مشهدنا الحمد اليوم. لله اللي ما تكلمناش. الحمد لله. شكرا لك، شكرا لحضورك معنا. هذه ليلة جميلة، أنا متشكر جدا جدا، هذه شيء مبهج. شكرا جزيلا. شكرا لمشاهدي تلفزيون دبي في كل مكان. نلتقي في الأسبوع القادم، نلتقي مع بروين حبيب.